مساء الخير، هنتكلم النهاردة على مسلسل البرنس. طبعا السؤال المعروف، مين البرنس في مسلسل البرنس؟ انا شايف ان البرنس في مسلسل البرنس السنة دي هو احمد زاهر، هو اللي يتقال عليه برنس فعلا، لان هو فعلا اللي اكل الجو. نمرة 2، البرنسيسة روجين، هي برضو دورها وادائها وطريقة تمثيلها فظيعة بصراحة. هما الاتنين يعتبر هما اللي صبروا ناس كتير على المسلسل اصلا، رغم ان المسلسل فيه اسقاطات كتير واخطاء كتير في القصة، وفي حاجات كتير واقعة يعني، وحاجات كتير مش منطقية وكده. رغم ان كل الكلام ده، بس احمد زاهر وروجينا هما اللي حلوا المسلسل. متهيألي لو الاتنين دول مش موجودين مش هيبقى المسلسل بالنجاح ده. ولو طبعا لو غيرنا الناحية التانية، لو غيرنا مثلا محمد رمضان وجبنا ممثل تاني، متهيألي كان المسلسل هيبقى هيفضل ناجح لو الاتنين دول موجودين. يعني انا شايف ان المسلسل قايم على احمد زاهر وروجين، غير كده الباقيين ممكن اي حد يتبدل فيهم عادي، بما فيهم محمد رمضان ذات نفسه، بما فيهم المخرج محمد سامي ذات نفسه عادي. يعني هو ذات نفسه عادي، اذا كان مش هين عليه يجيب حتى مستشار قانوني يقرا حتى الورق، يعدل شويه حاجات في الاجراءات بتاعه الحبس والحاجات دي، ازاي ده اتحبس او ازاي اتحكم عليه في القضيه، شغل كانه مستخسر يدفع حاجه يعني، رغم ان المسلسل مصروف عليه. يعني ده حتى لما محمد رمضان ضرب احمد زكي كسروا محل كشري، يعني مش حاجه يعني ان هم يجيبوا حد محامي معاهم او مستشار قانوني يظبط او ينسق بعض الحاجات شويه. بس هو المسلسل يعتبر لنسبة مشاهدة عالية، بس انا مش شايفه من افضل مش افضل المسلسلات، بس فيه من افضل الممثلين، وهو احمد زاهر وروجينا، الاثنين من اجمل الممثلين في رمضان السنة دي، ونتمنى نشوفهم في اعمال تانية احسن من كده كمان. سلام.